أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم في الأول والآخر بشر. نعم. فوارد منهم الخلاف في بعض المواقف. صحيح. المناقشة التي تصل إلى حد المناقشة الحادة في بعض المواقف الأخرى، ولكن المقصد كله في خدمة ومصلحة هذا الدين وحفظ السنة. فلو مثلا رأينا موقف مثلا سقيفة بني ساعدة، نعم، وهذا الحوار الذي وصل إلى درجة النقاش الحاد بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تنظر إلى ذلك الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ألتقط من حديث الدكتور حاتم، هو ذكر رواية الصحابة بعضهم عن بعض وأن هذا في خدمة الدين، وذكر مثال ابن عمر وأبي هريرة. طيب، العلماء لهم يعني الإمام الزركشي له كتاب اسمه فيما استدركته عائشة على الصحابة. نعم. يعني الخلاف بين الروايات أحيانا يقع بين الصحابة اختلاف في فهم النص، فمن لم يصله النص ربما لم يقبله، يعني ما استوعبهوش، وكانت عائشة تفعل ذلك، يعني تقول مثلا أخطأ أبو هريرة أو غيره. فالخلاصة هنا إنه الحوار، طبعا العلماء يردون هذه الأمور كلها ويجمعون بينها، لأنه أحيانا سيدة عائشة رأت شيئا لم يره أبو هريرة، وأبو هريرة رأى أشياء لم ترها السيدة عائشة. فنفس هذا الخلاف الذي هو في مجمله لتصحيح الدين كان صورته في سقيفة بني ساعدة. هو الذي حصل في سقيفة بني ساعدة أمر بسيط جدا وسهل للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى. طيب، إحنا دلوقتي فين؟ في المدينة المنورة. فأهل المدينة قالوا من يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الطبيعي إن أهل المدينة هم اللي يبقوا إيه؟ أمراء فيها، ما هم هذه عاصمتهم بلدهم يعني. فلما وصل هذا الخبر إلى المهاجرين، وصل إلى أبي بكر، عمر، أبو عبيدة، فهرعوا إلى سقيفة بني ساعدة التي كان الأنصار مجتمعين فيها ليبحثوا في من يختارونه ليخلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأول الأنصار جلسوا في سقيفة بني ساعدة. نعم. يختاروا زي لما بيحصل أي حد، زي أي قبيلة، زي أي دولة، زي أي مجموعة، ذهب زعيمهم فهم بإيه؟ قاعدين مع بعض بيتناقشوا. نعم، بيختاروا بين الأنصار. نعم. وهذا دليل ممكن نجيله في حلقة تانية، أن الصحابة كلهم كانوا متفقين على ضرورة نصب الإمام ونصب الخليفة. أيوه، نعم، صحيح. لأنه يعني فكرة، لأنه الصحابة ما كانواش بيختاروا نبي، بيختاروا الصحابة كانوا بيختاروا مين؟ قائد، زعيم دولة. نعم. طيب، فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار. طيب، إيه اللي حصل؟ الأنصار بيقولوا والله أنتم يعني نحن كتيبة الإسلام، نحن أنصار رسول الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط. يعني في الآخر مهما كثر المهاجرون فهم بالنسبة للأنصار مجموعة، عدد قليل. فيعني الطبيعي أن الأنصار بيقعدوا يختاروا من غير ما إيه؟ من غير ما يكلموا المهاجرين. فسيدنا أبو بكر ما زاد إلا أن ذكرهم بأنه إن هذا الأمر لا تعرفه العرب إلا لهذا الحي من قريش. لهم الموضوع دلوقتي مش موضوع مدينة بس، الموضوع دلوقتي موضوع أمة الإسلام. صحيح. والتي دخل فيها كل الجزيرة العربية، فلا ينصاع العرب ولا ينطاع العرب إلا لقريش، لأن قريش هي أوسط العرب دارا ونسبا، ولها عمق وعراقة، وفيها بيت الله والكعبة. طيب، حصل بينهم حوار، قالوا لأنه إيه الفكرة عند الأنصار؟ أنه دلوقتي إذا تولى المهاجرون الخلافة فهم ما تزال سيوفهم يعني فيها دماء القرشيين، وهم لسه كانوا بيتحاربوا إلى سنتين ثلاثة فاتوا بس. فقالوا إننا نخاف أن يلي هذا الأمر قوم قتلنا آباءهم وإخوانهم، برضو في مسألة أمنية يجب أن تراعى. فكان قول المهاجرين طب ما احنا كنا شركاء في هذه الحرب، أنتم ما قتلتوش دول لوحدهم، نحن شركاء في هذا الحرب. ثم ذكر أبو بكر الأنصار بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. لا. تمام. قبل هذا خرج الحباب بن المنذر قال وجدتها أنا جذيلها المحكك، يعني خلاصة قوله منا أمير ومنكم أمير. سيدنا عمر قال سيفان في غمد إذا لا يجتمعان،
ما ينفعش اللي ليها رئيس ما تغرق طبعا، بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فهنا عند هذا النقاش، نعم حصل في نقاش، حصل في حدة، لكن عند هذا النقاش خرج رجل من الأنصار وقال نحن أنصار رسول الله، وكما كنا أنصار رسول الله فنحن أنصار خليفته من بعده. يا سلام. طيب، وبادر عمر فبايع أبا بكر. أبو بكر قال وإني اخترت لكم أحد هذين الرجلين، عمر وأبو عبيدة. سيدنا عمر هو بيروي القصة فيما بعد كما في حديث البخاري يقول فوالله يعني لئن كنت لأقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتولى على قوم فيهم أبو بكر. الله الفرق كبير يعني. سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر رشح سيدنا عمر وسيدنا أبو عبيدة. فسيدنا عمر قال لا والله بل أبسط يدك أبايعك. وحينئذ بايعه الأنصار. خلاص. فهو ما حصل في السقيفة أمر يحدث مثله في أي برلمان من برلمانات العالم في قضية أدنى من هذه بكثير. صحيح. ثم إن الأنصار والمهاجرين خرجوا بعد ذلك صفا واحدا. يعني ما حصلش لا تمرد على أبي بكر ولا انشقاق في الدولة الإسلامية، ولا كتيبة مثلا من الأنصار قالت لن نبايع، ولا حي من غير العرب قال لن نبايع، بل كانت تولية أبي بكر نفسه دليل على ما صنعه الإسلام بالناس. لأن أبو بكر من تيم، قبيلة ضعيفة، حتى قال فيها الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. ولما وصل خبر تولية لأبيه اللي هو عبد الله قال ورضيت بذلك بنو مخزوم وبنو أمية وبنو عبد شمس. أبو بكر من تيم يتولى عليهم، تمام. ففي النهاية هذا خلاف طبيعي بسيط انتهى بمجرد الإقناع، لم تسل فيه سيوف. نعم، النقاش الحاد يحدث في أي مكان. لكن أستاذ محمد، الصحابة وهم عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم ربما تصدر منه مجموعة أخطاء أو بعض الأخطاء فيصوبها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بعض الأخطاء من بعض الصحابة، وربما وصل الأمر إلى درجة الخلاف. فعندنا مشهد مثلا كمشهد حروب الردة، المناقشة التي دارت في مسألة حروب الردة كيف تعامل الصحابة معها؟ بارك الله فيكم. والله هذا السؤال هو سؤال الفقه السياسي كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كان يشير إلى هذا تحديدا، إلى أن النبي سيموت والأمة لابد لها من سنة في السياسة. الله. يعني لابد لها من سنة، لابد لها من نموذج في إدارة شؤون الحكم بغير وجود النبي. أيوة. النبي موصول بالسماء. فبالتالي حتى لو النبي فعل خلاف الأولى فينزل الوحي بتصحيح الموقف، لكن الآن سيموت النبي وينقطع الوحي. فكيف يسير المسلمون في عالم السياسة؟ كيف يدير المسلمون شؤونهم بغير وحي وبغير نبي؟ فهنا أضاف النبي إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين، وعبر عنهم حتى بهذا اللفظ، لفظ الخلفاء. قال يعني لم يقل مثلا فعليكم بسنتي وسنة صحابتي من بعدي. أيوة. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إشارة إلى إدارة الدولة. لأنه أصلا سنة الدين، الخلفاء ليس لهم سنة في الدين. ليس لهم سنة يعني في الصلاة، في الصيام، في الزكاة. سنة تشريعية. نعم، سنتهم في الإدارة. نعم، بالضبط. فلذلك ففترة الخلافة الراشدة التي تبدأ من أبي بكر تنتهي عند علي، وبعض العلماء زاد عليها الحسن بن علي رضي الله عن الجميع، هي الفترة التي يعرف منها المسلمون حتى الآن وإلى أن تقوم الساعة فقههم السياسي الله. كيف يديرون الخلافات بينهم. فمنها ما ذكره الدكتور حاتم دلوقتي، إنه اختيار الحاكم نفسه يكون بالشورى. لو أن النبي نص على أبي بكر. أيوة. لصار الأمر نصا إما من الخليفة السابق للاحق ولم تكن شورى، أو النص من السماء لو إحنا اعتبرنا أن المسألة أي وحي. وبالتالي هذا ما أنتج فكرة الشيعة، فكرة الإمام المنصوص عليهم. صحيح، كان يقول لك أبو بكر جئ بوحي. ولذلك جاء بوحي. صح. ولذلك أول كلمة قالها أبو بكر بعد أن تولى الخطبة الجامعة قال وليت عليكم ولست بخيركم. يعني ليس لامرئ أن يدعي لنفسه ميزة على غيره من الأمة. يعني أبو بكر وهو أفضل الأمة قال بأنه وجد في هذا المكان لأنهم اختاروه. وليت عليكم ولست بخيركم.
وخطبة أبي بكر هذه تعتبر متن السياسة الشرعية، يعني كل علم السياسة الشرعية مختصر في كلمات أبو بكر. فمن ذلك مثلا حرب الردة، حروب الردة، هذا أيضا من الخلافات التي حلت بدون مشكلات أبدا. يعني دلوقتي في عدد من القبائل انتقض وارتد، الردة شملت كافة البلاد، فيها انقسامات، ناس فضلوا مسلمين وناس ارتدوا، إلا مكة والمدينة وبعض الأنحاء. طيب، والآن النبي وضع جيشا لغزو الروم، بعث أسامة وعقد لواءه وقال وهو على فراش الموت أنفذوا بعث أسامة. طيب الآن الوضع تغير، أيوة. فالصحابة الذين أرادوا تأجيل بعث أسامة كان فكرتهم أن المسألة أمنية، دلوقتي الوضع تغير، أمن قومي، دلوقتي المدينة نفسها قد تهاجم من القبائل القريبة منها، إحنا محتاجين الجيش، إحنا محتاجين الجيش. بس فأبو بكر هنا بقى يظهر، تظهر عظمة أبو بكر وعظمة الصحابة في خضوعهم للنص. أبو بكر تعامل مع أقوال النبي باعتبارها نصوص، أنفذوا بعث أسامة، قال لواء عقده رسول الله وتريدوني أن أحله؟ الله أكبر. وسيدنا عمر قال طيب فولي عليه غير أسامة، قال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، يوليه رسول الله وتريدني أن أعزله؟ الله أكبر، الله أكبر. طيب بعد كده لما جاء بعض القبائل القريبة من المدينة، اسمح لي هنا بمقاطعة، يعني تفضل. أحيانا بعض المقاطعات دي بتبقى مقبولة، خد راحتك. النبي صلى الله عليه وسلم ليه أصر على إنفاذ بعث أسامة؟ أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قاتل الروم مرتين، نعم، مؤتة وتبوك، تبوك. وكان يعلم أنه الإمبراطورية التي ستتعب المسلمين والمعركة معها تبقى طويلة الأمد هي الإمبراطورية الرومانية وليست الفارسية، نعم. وفارس كان يعلم صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات أنها نطحة أو نطحتان معركة أو معركتين وما فيش فرس بعدك، إنما الروم دي المعركة الطويلة. فربما يقع في نفس الروم أن موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني انقضاء الأمر، فيطمعون في أمر هذه الأمة ويأتون إليها غزاة. ولو أنت خدت بالك في تبوك وفي مؤتة قبلها المسلمين هم اللي خرجوا للقاء الروم، صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أنه ما غزي قوم في دارهم إلا ذلوا، فيخشى عليهم أن تجترئ عليهم الروم. فتخيل أنه يأتي الخبر إلى الروم إن محمدا قد مات، والجيش، وإن جيشا من عنده أتاكم ليغزوكم، وإن على رأسه غلاما يبلغ 16 أو 17 عاما، وإنه كان ابن مولى لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه رسائل كل واحدة منهم اختيار أسامة مقصود، إنفاذ الجيش وإصرار النبي عليه، حتى أنه ثلاث مرات في مرض موتي كلما أفاق يقول أنفذتم بعث أسامة، يا سلام، يسأل عن مسألة شغلة جدا، أن يكون أسامة بالذات على رأس الجيش، وأن يتم إنفاذ الجيش، وأن ينفذ الجيش بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام قليلة، كل هذه رسائل أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل أستاذ محمد، أكمل. دي فائدة متميزة أنا أسمعها لأول مرة، يعني جزاكم الله خير. نرجع بقى لل سيدنا أبو بكر لهذه الأزمة. فطبعا جاءت قبائل تريد أن لا تعطي الزكاة لأبي بكر، أيوة. قالت قد أديناها لمحمد والآن أموالنا نفعل فيها ما نشاء. طيب هنا أمن المدينة تهدد، فسيدنا عمر بيجادله، فسيدنا أبو بكر قال له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ يا سلام، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. يعني الشنطة اللي كانوا بيحطوا فيها، لو الشنطة دي مش موجودة سأقاتلهم عليه. المواقف دي تنسجم مع شخصية أبو بكر الصديق الحليم اللي ولذلك سيدنا عمر، وهنا برضو تظهر جانب آخر من عظمة الصحابة كنا تكلمنا عنها في الحلقة الماضية، لما قال فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. الله أكبر، الله أكبر. فبرضو الخلافات كانت يحصل حدة، يحصل كلام، لكن في النهاية إيه؟ واحد. حتى ما قيل عن أن سيدنا علي بن أبي طالب انزعج لأنه قضي في شأن الخلافة دون أن يستأمر، ما حدش قال له، لأنه كان منشغل بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل مع أبي بكر في حروب الردة. نعم، نعم. فخرج إلى ذي القصة اللي هي حين قدم. فعلى كل حال هذا الأمر، أنا قصدت القول إنه الخلافات هذه تقع بين الفضلاء. لو لم تكن وقعت خلافات بين الصحابة
وجرى حلها هكذا. كيف يمكن لنا نحن أن نتخيل وقوع خلاف بين نتعلم اثنين؟ فقه إدارة الخلاف ده؟ نعم. يعني أنا عايز أقول لو إحنا عايز أقول الناس المثاليين اللي عايزين الصحابة ما يختلفوش أبدا، لو الصحابة ما اختلفوش أبدا وبعدين اختلفنا أنا والدكتور حاتم أو أنا والشيخ سلام، كانت هتبقى الصورة العامة إنه لابد أن بيننا محق ومبطل، أيوة، ولا بد أن بيننا من يستحق العقوبة من يستحق التكريم مثلا. لن تتسع الأذهان إلى أنه لا، حتى الصحابة حتى فضلاء الناس وكبارهم قد يقع بينهم الخلاف، وكيف يمكن أن يحلوا هذا الخلاف فيما بينهم؟ حتى حين نصل إلى القتال، حتى حين الصحابة تقاتلوا فيما بعد، نحن تعلمنا من هذا فقه القتال بين المسلمين. أي نعم، قال يعني الله تبارك وتعالى حين يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفعل أمر الله. هذه الآية مجملة، أين تفصيلها؟ تفصيلها فيما وقع بين الصحابة، ليس لنا فقه آخر. أستاذ محمد، في الوقت المتبقي من الحلقة تقريبا 10 دقائق تقريبا، هناك شبهات كثيرة جدا جدا تنال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من يلقي هذه الشبهات تظن أنه هو يعني قلبه جدا على الصحابة وقلبه جدا على الدين، فينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في الفترة من تاريخ سيدنا عثمان بن عفان ومقتل سيدنا عثمان بن عفان وما بعده. كيف نحصن عقولنا ونحصن شبابنا ونحصن أبناء الأمة من مثل هذه الشبهات؟ طيب، موضوع الفتنة بين الصحابة هذا من الموضوعات التي قرر علماء السنة، علماء أهل السنة، أننا نكف عما شجر بين الصحابة. يعني الموقف العلمي للعلماء إن إحنا لا نخوض في هذا الموضوع. طيب، هذه العلماء دول كانوا عايزيننا لا نخوض في هذا الموضوع علشان الموضوع ده وحش، يعني عندنا حاجة عايزين نخبيها، يعني مثلا عندنا حاجة فضيحة مش عايزينها تحصل. الحقيقة لا، الحقيقة هذا بالضبط كما ينهى الأطباء عن إنك تروح للحلاق يعمل لك العملية، أو لما يتكلم المهندسين إنك يعني تمنع غير المتخصص في الحديث في أمر لا يتقنونه. هذه الفتنة يعني فيها مشكلتين، فيها مشكلتين كبار. المشكلة الأولى أنه لا يطيقها من حيث الموضوع إلا ذو العقل الراجح. يعني الآن إحنا عندنا الحرب الروسية الأوكرانية بدأت، تمام؟ دلوقتي أنت لو جيت للناس اللي على القهوة وقلت لهم أنتوا إيه رأيكم في الحرب الروسية الأوكرانية؟ هل روسيا صح ولا غلط؟ يعني هل ينفع تاخد آرائك من السوشيال ميديا مثلا؟ طبعا الناس كلها بتخوض دلوقتي. فدلوقتي في أمرين، في الأمر الموضوع وهو أن الموضوع فعلا معقد وشائك، والأمر الثاني أمر القدرة العلمية. لأنه هذه الفترة جاءت فيها روايات كثيرة اختلط فيها الصحيح بالضعيف، فيها المبالغات، فيها القصاصون والوضاعون، وبالتالي أنت لديك قدر يعني واجب من الأدوات التي تستخدمها لكي تتبين الصحيح من الخاطئ. يعني دلوقتي ما ينفعش واحد قاعد على قهوة فاتح الفيسبوك أو تويتر ويفتي في شأن الحرب الروسية الأوكرانية. طيب، ما بالك إذا كان مسألة الصحابة دين من الدين؟ فبالتالي العلماء حين يقولون عن الكف عما شجر بين الصحابة إنما يريدون إن غير المتأهل لهذا الموضوع لا يدخل فيه. والدليل على ذلك إن نفس العلماء دول ناقشوا الموضوع ده في كتبهم. أيوة. يبقى المسألة ليست منعا عن الجميع، وإنما هي منع عن غير المتأهل أن يخوض فيها، أن يتحول إلى حديث للعامة. نعم. أيوة. يبقى موضوع خطبة جمعة بالضبط، يبقى موضوع درس بعد صلاة الجمعة وخرج فلان بسيفه ولقيه فلان وضرب عنقه. أيوة بالضبط. فيطلع الرجل يقول لك يا عم الناس اللي بتموت بعضها دي. يعني المسألة لها أبعاد لا تطيقها العامة ولا تناسب الخطاب الدعوي والوعظي العام. دي مسألة تدرس في حلقات بحث نقاشية، في بحوث ماجستير، في بحوث دكتوراه، بحيث نطلع خلاصاتها فوائدها ونقولها للناس، ما ندخلهمش في تفاصيل. ولذلك هم أنفسهم ذكروها في كتابهم لطلبة العلم. يعني هم إحنا ولا إحنا عرفناها إزاي؟ صحيح. إحنا عرفناها من دول برضه اللي قالوا لنا الكف، هم اللي إحنا عرفنا منهم. طيب، الإشكال ببساطة كده، أي حد بعيد عن المشهد لا يمكن أن يدرك
ما فيه. واحنا دلوقتي لو جيت انا بعدل على الشيخ سلام في علاقته مع القناه هيقول لي اقعد ساكت بس انت ايه أيوة مش بالضبط. عارف مش عارف تفاصيل كتير من اللي بس أيوة. فازاي بمسافه 1500 سنه في بيئه كبيره وفي الاخر الصحابه دول زي ما قلنا مش زي اي شخصيه في التاريخ. اي شخصيه في التاريخ احنا بنحكم عليها بالظاهر لان احنا ما عندناش الباطن، لكن الصحابه دول بالذات احنا عندنا الباطن بتاعهم ان الله رضي عنهم الله بنصوص القران بنصوص السنه. فبالتالي حين يختلف اذكى الناس عقولا وازكاهم قلوبا اطهرهم قلوبا في مساله ما تجيش انت في دلوقتي تستسهل انك تفصل فيها. هو ما حصل ببساطه شديده انه فتنه من بعض المتمردين الثائرين وصلت إلى أن قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وتصرفه هذا كان تصرفا بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. تصرف سيدنا عثمان في عدم قتاله. فانقسم الصحابة إلى قسمين، قسم يرى التعجيل بالأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، وقسم هذا على رأسه طلحة والزبير وعائشة وبعد كده معاوية وعمر بن العاص، والقسم الثاني يرى إنه هذا أمر دواؤه التسكين وإنه الأخذ بالقصاص الآن غير ممكن، فلا بد من تسكين الأمور حتى يعني تعود إلى الاستقرار. وهؤلاء الأصحاب الفتنة كانوا موجودين في هذه البيئة، دفعوا إلى الحروب ونشأت منها الجمل وبعد كده الخلاف الحاصل بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. لو أنت نظرت يعني الآن لو إحنا عملنا قاعة بحث وواحد تبنى موقف سيدنا علي والتاني تبنى موقف سيدنا معاوية أو طلحة والزبير وعائشة لن يستطيع أحد أن يحكم في هذه المسألة. يا سلام. لا يمكن. أنا أقول هذا بعد يعني عمر أنفقته في دراسة هذه الفتنة، لن يستطيع أحد. وبالمناسبة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص نصوصا صحيحة صريحة على الفئة التي على الحق والفئة الباغية ما كناش لغاية دلوقتي هنعرف مين فيهم اللي على الحق. نعم صحيح. وسبحان الله نصوص النبي هذه لا تنكشف إلا بعد انقضاء الفتنة. ولذلك وقوع الفتنة من دلائل النبوة. الله. وقوع الفتنة من دلائل يعني مثلا حديث تقتل عمارا الفئة الباغية. هذا حديث لا يمكن أن تعرف من فئة الباغية إلا بعد أن يقتل عمار بالفعل. يا سلام. وعمار قتل في آخر صفين. لا يمكن. آخر صفين هذه كان كل معسكر يعني راكم مواقفه ولديه نصوص كثيرة. السيدة عائشة نفسها مثلا لما خرجت وندمت، وهذا يعيدنا إلى أول الحلقة التي ذكرها الدكتور حاتم، يعني السيدة عائشة هي التي روت عن نفسها قول النبي لها أيتكن صاحبة الجمل الأهدب تنبحها كلاب الحوأب يقتل حولها خلق كثير. يبقى هي لم تكتم حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني هذا الحديث يدين خروجها. في تخطئة الحديث يخطئها. ولذلك حتى سيدنا علي رضي الله عنه ما فرح بشيء قدر فرحه بقتله الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أولى الفئتين بالحق. لكن علي ما حاولش أبدا يصطنع حديث ضد معاوية. لما قالوا له هذا أمر عن يعني فيما خروجنا هذا إلى صفين، فعلي قال وفيما سؤالك هذا؟ قال ديننا ديننا، يعني أنت دلوقتي طالع بأمر من النبي ولا؟ قال بل هو الرأي. وهو نفسه الذي قال سيد علي بن أبي طالب ما حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدثتكم عنه. وما يعني وما سوى ذلك فإنما أنا رجل محارب. يعني لذلك هو حدثهم حديث الخوارج الذي فيه انتصار له لموقفه، لكن أبدا لم يصطنع حديثا عن قتاله لمعاوية.